سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بسام جابر يحاور ضيف اليوم في الاستوديو هو شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي برحب فيك أجمل ترحيب أهلا بك أستاذ بسام والمشاهدين جميعا شرف كل هاي كانوا في مونديال وقبل شوي كان رمضان شهر رمضان مبارك الأولاد تعلموا بالشهر الأخير الشهر الأخير كان اليوم, كان... اليوم العطلة بدأت اليوم العطلة الصيفية وبنبلش في تهنئة الطلاب والمعلمين بتمنى لهم عطلة سعيدة ويعودوا لمقاعد الدراسة مع شحن من الطاقة الإيجابية لبداية سنة دراسية موفقة كمان شو بنحكي إيه عن شغلات أكثر بس جاوبني عن المونديال مونديال وشهر رمضان مبارك أنا سمعت في طرف ثاني أكثر من مرة إنه عمليا الطلاب ما يروحوا على المدارس برمضان الحقيقة كان في مشكلة كبيرة في المدارس العربية في, في الشهر الأخير بسبب رمضان وما قبل رمضان وما بعد وما بعد رمضان, وما بعد رمضان, بعد رمضان, رمضان حقيقه تكون اللعبة الساعه 9 بتخلص الساعه 11 حقيقه انه في مشكله وها انا اعتقد انه هذا يعني يجب بحث ما هي الاسباب يعني ممكن نقول انه رمضان وكذا ونقول المشكله بسيطه لا المشكله اعمق من هيك انا بعتقد انه اليوم نسبه الغيابات في المدارس العربيه كان معلمين كان طلاب هي عاليه جدا يعني لا يمكن قبول مثل هذه الغيابات، يعني احنا بنموت في لجنه المتابعه قضايا التعليم العربي، ورؤساء السلطات المحليه العربيه واعضاء الكنيسة والجمهور، من بدنا نحصل ساعات اضافيه وميزانيات اضافيه للتعليم العربي، ومش من اجل هدرها بهذا الشكل. يعني لازم انتو بالعكس، بجوز <applause> لازم انتم برمضان تخففوا الساعات مشان الطلاب يجوا على المدرسه، وهذا بشكل برادوكسالي بشكل متناقض يعني لا يلتقي مع اهدافكم انه انتم بتقتلوا حالكم مشان تجيبوا كمان كم درس كمان كم ساعة مشان الطلاب يكونوا أكثر في المدرسة احنا كيف بتفكر إحنا كيف من... هذا الواقع هذا واقع أنا يعني هناك تفسيرات لماذا هذا الواقع أنا أعتقد أنه في حالة اغتراب في المدارس العربية المدارس بشكل عام تحولت إلى مصانع للعلامات وللأسف الشديد يعني الطالب لا يشعر بالانتماء واعتقد ان قسم ايضا من المعلمين يعني بيقومون باداء عمل فني اكثر ما هو إيه الخوض في جوهر العمليه التربويه يعني انا بجز بفكر بجوز شرف احنا بنحكي بنعطيك فرصه تحكي عن كل شيء بس في اسئله احيانا بتدور بذهني ولازم اسالها بسرعه اذا لا بجوز تنتسى لانه شوي نتعمق اكثر بجوز لازم تدوروا على حل كيف نحب المدرسة كيف الأولاد يحبوا المدرسة صحيح وإحنا صغار بيننا يعني وش أكثر شيء حبينا المدرسة صحيح الواحد يحب المدرسة يعني بمعنى أن المدرسة يشعر حاله أنها بتمثله يحب يلعب رياضة إيه المونديال بنحب تعطي المدرسة تعطيه فرصة حيز يشعر أنه بتطور بالمدرسة يشعر أنه هاي المدرسة لإله يشعر انه المدرسة بتناقش او بتحكي على قضايا بتخصه بتنمي شخصيته وانها مش ناشفة إيه وإنه مش ناشفة مش ناشفة المدرسة مش تكون شيء ناشف, ناشف إيش اللي عكس شيء اللي منيح بيندمج فيه الواحد وبحب يندمج فيه رياضة واجتماعيات صحيح وكل المواضيع مش بس انك تيجي تعلم رياضيات وكيمياء وفيزا صحيح مع انه رياضيات وكيمياء وفيزا اللي إيه؟ بحبها شيقة وهامة جداً. جدا. ولكن بما انه المقياس الاساسي لتقييم المدارس العربية او بشكل عام والطلاب وهي العلامات يعني انت خسرت قسم كبير من الطلاب الا مش يعني هاي العلامات بت او بالمقياس المقياس العلامات بمثلهنش او بقصش كمان القدرات الاخرى بالنسبه لي اللي انا بامن بقى بقى انه كل طالب عنده قدرات هائله يعني مش فاهم انا شو قصدت بمعنى انه اليوم نسبة النجاحات نقول العلامات الطلاب المفظعين بيجيبوا علامات عالية هن نسبة نقول مش بحق هذا ولا بحق؟ لا بحق بحق ولكن إذا هذا المقياس الأساسي للطلاب يعني عمليا الطلاب اللي عندهم علامات متوسط وما دون المتوسط يعني تقييمهم لذاتهم تقييم المدرسة لإلهم تقييم المجتمع لإلهم هو سلبي فهذا بيخلق شعور بالرفض بال بال بالاعتراض بس أقول جملة شرف حسان إنه هذول الطلاب المتوسطين وربما تحت المتوسط عمليا هذول لما بيكبروا او لما كبروا حسب التجربه هم كانوا قمه المجتمع يعني مش شرط انه يكون صحيح لانه يمتحناك. متفوق مشان لما صحيح. يكبر يعني يقدر يعني بني. يفوت بطرق كبيره هب. وينجح ويبدع في العكس لما يعني مش في العكس لما احيانا هذول المتوسط وتحت المتوسط لما بيكبروا بينجحوا في مجالات مختلفه صحيح وان ما كانوش يحبوا المدرسه صحيح صحيح انا بعتقد انه المدرسه اليوم بتفحص خلينا نقول انواع ذكاء معين مهارات معينه قدرات معينه وايضا المدرسه بوضعيتها الحاليه هي ملائمه اكثر لابناء طبقات معينه في المجتمع للاسف هي بتمثلش الجميع المقاييس لا يقاس حسبها الطالب كيف تفضلت الرياضيات واللغات ومهارات معينه حسب امتحانات مش حسب امكانيات ثانيه للتقييم حسب امتحانات معينه هاي مش ملائمه لكل انسان مش ملائم لكل انسان احنا كلياتنا تقريبا بنخلق مع نفس القدرات يعني الاسباب انه هذا وصل لهيك وهذا وصل لهيك بالعلامات هاي في لها اسباب اجتماعيه المدرسه الحقيقيه المفروض تعطي محل لكل طلاب بكل ميولهم بكل مهاراتهم هل وتعطي مجال لتنمية هاي المهارات هل إحنا العرب وانت شرف حسان وانت رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي هل انت منتبه لهي الأشياء؟ هل واضح. انت بتحاولو طبعاً بتحاولوا يعني بتحاولوا تلاقوا الأطر أو التطورات او الاشياء اللي ينبغي ان نعملها مشان نخلي اولادنا صحيح اللي حتى لو انهم متوسطين أو حتى لو انهم تحت المتوسط اللي بيحبوش يتعلموا مواضيع علميه لكن اطر ثانيه لكنهم, ثاني لكنهم مجالات ثانيه في مجال اطر مختلفه وفي مجال في علم المدرسه يكون فيها تنوع ويكون فيها امكانيات انها تعطي اجابات ومجال لمثل هذول الطلاب اليوم القضية متعلقة برأيي بشقين في سياسة عليا بالدول اللي احنا في حاجه نحكي عليها وفي امور متعلقه فينا يعني انا بعطيك مثال مثلا المدارس العربيه لا تتحدث او المناهج التعليم في مجتمعنا العربي لا تتحدث اطلاقا عن تاريخنا الفلسطيني عن هويتنا الفلسطينيه انا بعطيك بعطيك شرف نحكي عن هذا الموضوع عن تاريخنا وهويتنا هويتنا بدك طيب. تشرحها بس خلينا شويه اول شيء نكون في الاشياء اللي اقل شكليه وطنيه بتعلق بالعروبه تبعتنا، خلينا اول شيء شوي عن الاشياء اللي ما لهاش علاقه بالموضوع، خلينا نحكي عن الموضوع، اعطيني احكي قد ما بدك، تفضل عن المقابله تبعتك اليوم مع مدير عام التعليم اللي هو شمول ابيات، كمان وش... كمان عن... رح نحكي عن كل شيء بس خليني بدي انا احدد اكثر، بديش انا اذنب، هسه بدي عن حالنا، نحكي عن حالنا شو بنقدر نعمل مشان انه الطلاب لما بروحوا على المدرسه يحبوا المدرسه هي ما لهاش علاقه ب... دولة إسرائيل ولا علاقة ولا لا لا علاقة, 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 بشغلتين كيف حكيت قبل شوي إلها علاقة في السياسة العليا بنهاية الأمر إلا يقيم المدارس هي وزارة المعارف ولا بتحط المناهج الأساسية وبتقيس المدارس حسب بس قبل المناهج قبل المناهج. قبل المناهج كيف إحنا بنقدر نخلي هل يعني هل إحنا بنقدر لك الطرق اللي نخلي أولادنا أولادنا وأحفادنا على يحبوا المدرسة يحبوا المدرسة اكيد بغض النظر عن كمان شوي بنحكي قد ما بدك أنا الموضوع بدي احشرك في هاي الزاوية انه احنا بدنا تحكي وانت رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بدنا تعطينا افكار كيف احنا بنقدر نخلي اولادنا يحبوا المدرسة اكيد اليوم في للمدارس امكانيات اختيار هائلة ما كانتش في الأول اختيار المواضيع التي تدرس اختيار برامج إضافية منها... اه... تمرر في المدرسة إلى جانب المواضيع الإلزامية إلى وزارة المعرفة بتفرضها هناك مجال للتربية اللامنهجية والتربية الاجتماعية في المدرسة كل هذه الأمور ممكن تقرب الطالب للمدرسة أضف إلى ذلك حتى المعلم العادي في إمكانية أنه يستعمل أساليب تدريس متنوعة أساليب تدريس اللي تقرب الطالب للدرس وأيضاً امكانيات تقييم الطالب مش بس حسب امتحان انما حسب امكانيات مختلفه اللي ممكن الطالب يلاقي حاله فيها او يتعبر اكثر عن قدراته بدي اتدخل كمان مجدد. تفضل انا بالمدرسه الثانويه تعلمت علمني احد المعلمين اللي علموني لغه عربيه اسمه حسن بشار استاذ حسن بشار الله يرحم. يرحمه هو طبعًا. هذا الانسان كان لما بفوت على الصف <applause> يعني الشغله الوحيده اللي بنحبها المدرسه هو ودرس الرياضه مش كل الطلاب فينا في طلاب حبوا الرياضيات صحيح. والعلمي ولاش. بس بشكل عام يعني معظم الطلاب لما كان هو يفوت, على الصف كنا نحب درسه كان كمان من كيف كان يحكي عنا وعن الأشياء اللي بنحبها وعن عن أهلنا وعن شعبنا وعن كل الأشياء كان مع ينمي بعض الإنتماء كان, كان يحكي للطالب على انتماء. حسن أو... بشار الله يرحمه الأستاذ آه حسن بشار, بشار طبعًا أكيد طبعا طبعا أعتقد إله ابن اليوم بروفيسور بروفيسور جهاد طبعا جهاد في القدس يمكن بيشتغل مش عارف أو بين مستشفى الأستاذ حسن بشارة علام كيف كان هو علم وطبعا هو معلم كيف كان عرف يعلمنا علم أولاده أولاده ابنه بروفيسور أعتقد في كمان أبناء اللي احنا عن جد يعني الله يرحمه حسن عن جد هذا الانسان اللي على فكره هو كمان كان يمكن قريب عليكم بالاراء السياسيه جبهه ما جبهه كان رئيس مجلس الجبهه في فتره معينه بفكر كان كل الوقت كان نشيط وكان مناضل وكان علم من علام شعبنا وكان معلم يا تفضل انت حضرتك ذكرته حببني و... اللغة, وك... اللغة العربيه يعني ممكن نذكر كثير اسماء اليوم من المعلمين اللي فعلا حببوا الطلاب باللغه العربيه ولكن خلينا نقول شو الشيء المميز في هذول المعلمين بس المميز اكثر, أكثر بدي انت تحكي انا بفكر ولا يهمك <applause> عم بتسكر انت دائره مع نفسك كمان شيء ممتاز وذكرت شيء كثير مهم استاذ كثير عريق جدير انه يذكر طبعا في برنامج من هذا النوع انه مخلد ذكرى انا بعتقد انه الانتماء مش بالصدفه وانا بحكي على موضوع الهويه المدرسه وظيفتها تنمي الانتماء عند الطالب اذا الطالب بشعر انه منتمي بشعر انه هذا المعلم بيحكي على هويته هو بيحكي على اشياء بتخصه هو بيحكي على جذوره هو إيه بيحكي له شغلات اللي بتطور افاقه بتشعر انه له علاقه في هذا المجتمع ومش بس جاي انه علامات رياضيات ويلا امتحانه ومقيمه بس حسب الامتحان المدرسة المفروض توعي تطور وعي الطالب، المفروض توعي امكانيات الطالب، تعطيه تحببه بنفسها تكشفه تكشفه لشغلات جديدة وتحببه بنفسه أولا في شعبه في مجتمعه وإنه هو إنسان اللي عنده إمكانيات إنه يعطي في هذا المجتمع، ومش بس إذا كأنه بيجيبش مية بالرياضيات أو بأي موضوع ثاني بسواش شيء. للأسف الشديد اليوم في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وبحكيش بس على مجتمعنا العربي انا بحكي بشكل عام في الدوله الوزاره المعارف بتقيس الانسان حسب العلامات بالذات في الرياضيات بالذات المواضيع اللي لها علاقه في سوق العمل طب الانسان هو مش بس سوق العمل الانسان هو انسان لذلك ظاهره الاغتراب اذا احنا ما حربناهاش في مدارسنا العربيه راح يضلوا في مشكله كبيره الانسان المفروض يعرف مين هو يعرف المفروض يحب نفسه يحب شعبه يحب الاخرين ينكشف لامكانيات كثيره بده إمكانيات كثيرة. اليوم للأسف مواضيع مثلا زي الموسيقى، فضلت الرياضة هي مش مواضيع مركزية في مجتمعنا، في في مدارسنا العربية، مواضيع حتى المواضيع علوم اجتماعية، يعني إذا بتروح على الثانويات بتشعر إنه العلوم الاجتماعية بتعاملوا معها إنه مش يعني موضوع، مع إنه بتعلموا إنه الطالب نفس الإمكانيات خمس وحدات يعني أو شو أو رأيك أو أنت في هذا الشيء؟ أنا هذا طبعاً شيء سلبي. هذا شيء سلبي لانه الم... يعني اللي بتروح على مدرسه عربيه العلوم والتكنولوجيا والت... والبيوتكنولوجيا هي المواضيع الارقى خمسه فيزياء وخمسه لكن هذا انا برايي فيه جانب مليح مثلا ممكن يعطي جواب لبعض الطلاب ولكن شو مع الامكانيات الثانيه شو مع الامكانيات الثانيه شو مع العلوم الاجتماعيه مثلا شو مع الأدب واللغات لغتنا الام لغه اللغه العربيه اليوم الطلاب بسبب مبنى امتحان البيجروت بفضلوش يسووا خمس وحدات لغه عربيه طيب اذا الانسان التاريخ طلابنا اليوم مناهج التعليم للاسف الشديد اليوم حكيتها في لقائنا اللي كان مع وزاره المعارف انه اليوم الطالب العربي بيتعلم عن تاريخ العالم كله بس بيتعلمش عن تاريخه الفلسطيني طب كيف بده يحب المدرسه شو يفكر عن مجتمعه عن حاله عن تاريخه عن هويته كل هذا اليوم في كان لقاء مع مدير عام وزاره المعارف في لواء الشمال كان في شمال شمال كان في اجتماع مع رؤساء السلطات المحليه وطبعا لجنه وين باي في الناصره وعرضنا مطالبنا ومشاكلنا من وجهه نظرنا احنا يعني واضح انه في انجازات بالنسبه للعلامات في تقدم معين بالنسبه للعلامات ولكن القضية مش بس علامات إحنا مدارسنا تحولت لمصانع للعلامات جيد إنه هذا انعكس في التعليم العالي ولكن هذا بكفيش جوهر العملية التربوية هي المضامين تبعتها هي الهوية تبعتها الطالب يطلع من المدرسة يعرف يعرف يجاوب على السؤال بسيط مين أنا وننمي تفكيره النقدي لهذا المجتمع لانه يعني اذا ما نمينا التفكير النقدي لطلابنا في المدرسه وين بدنا ننمي مثل هذا التفكير؟ كيف الطالب بده يتعامل بدنا نغير مجتمعنا للافضل اذا ما فيش حس نقدي وقدره انه نسال اسئله وانه نبلور راي حر بالاخر نرجع كل واحد للقبيله بين قوسين تبعته والحروبات القبليه خرج شوي في عندنا انتخابات محليه ونشوف الانتماءات الضيقه كيف بتلعب دور اصلا بدون انتخابات يعني موجوده بكل شيء يعني اذا احنا بدنا نحرر نفسنا من هذا الموضوع احنا المفروض ننمي الانتماء الاوسع عند طلابنا، المفروض ننمي حس الانتماء للمجتمع، حس العطاء، امكانيه انه الانسان يعطي ويحس حاله انه بيقدر يعطي لمجتمعه وبطبيعه الحال يكتشف الانسان نفسه، يكتشف ذاته. فلما أن الاستاذ حسن بشاره الله يرحمه كان علمكم اللغة العربية وحببكم في اللغه العربيه حببكم في انت كل شيء هت... علمنا اياه واضح ممكن من. من خلال تعليم اللغه العربيه اللغه العربيه مش بس شيء فني يعني يعلم اللغة من خلال النص انت ممكن توصل مع الطالب لكل شيء بحبه او بحبوش يكتشف حاله من خلال هذا النص بفكر انه في احنا عندنا مشكله بهذا الموضوع وهذا بيرجع لشغلتين اللي لنا اللي خلينا نحكي اللي لنا واللي علينا اللي علينا انه مناهج التعليم للاسف بتتجاهل هذا الموضوع هويتنا تاريخنا إيه اليوم وزاره المعارف بتشجع او باني المدارس على اساس هي تحضر الطالب لسوق العالم العمل لا اكثر ولا اقل وعند اليهود تحضروا للمؤسسه العسكريه عندنا إيه في تجاهل لهذا الموضوع اللي علينا انه احنا كمان اي موضوع الموضوع اللي التعليم في المدارس ومبنى المدارس واي خريج اي خريج يعتبر ناجح بنظر أي خريج المؤسسه يعتبر ناجح بنظر اذا دك بنظري انا الانسان الانسان يتخرج من المدرسه كانسان واعي لهويته انتماء القومي انتماء لمجتمعه الجمهور العربي لمجتمعه عنده رغبه الجمهور العربي هنا واعي كفايه لهويته لا انا بفكر في عندنا اشكال انا, أنا اليوم... مشكلة انه بتساله بشكل عام انه انت شو بدك انا انا يعني هويتي اسرائيليه بس انا اصلي فلسطيني انا بحب أه 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 ينوجد حل للقضيه الفلسطينيه حل اللي ينبنى على الدولتين طيب. لشعبين هذا 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 الطالب هذا الطالب مزبوط هذا الطالب بحكي بريت المدرسه بس هل هذا الشيء ممكن يكون جوهري في قلب المدرسه إذا بتطلع في المقابل في الوسط اليهودي في المدارس اليهودية قضية من الجيل الصغير للثاني عشر يعني تعاطي جدي مع قضية الهوية اليهودية الصهيونية خلينا نقول ففي تربية لانتماء معين عندنا هذا الاشي مش موجود هذا الاشي مش موجود علاقة الطالب بـ 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 بأرضه اذا بتيجي مثلا على مواضيع الجغرافيا مواضيع التاريخ احنا مش موجودين في الجغرافيا اسامي الحيز اللي حوالينا لا يسمى كيف احنا بنعرفه في مشكله في مشكله في مشكلة. مشكله ولكن انا بقوله مع كل هذا في امكانيات للمعلم العربي يعلم الماده هاي بشكل نقدي ويغير عند الطالب في عنده افاق معينه مش عم بيستغلها لانه بنهايه الامر هو خضع خلينا نقول خضع للسيطره او لنظام السيطره الموجود اليوم سالتني ايش الطالب الناجح في رايي مزبوط الجانب الهويه هو جانب جدي انا واجهت طلاب بالجامعه الا بيعرفوش يجاوبوا على هذا السؤال مين انا مين انا بعض الطلاب قالوا لي هاي اول مره اول مره حدا بيسالنا هذا السؤال كان عندي بصدفة الجزء ده اللي... انه مفهوم يعني ضمنا لشيء؟ إيه مفهوم ضمنا بعرفش اذا هذا السبب يعني بفكر انه لانه ما حدا بيساله او ما حدا بتعاطي معاه يعني هذا بدل قديش هو غايب عن شرف العملية التربوية بدي اسالك بصعب عليك شوي لما احنا الجمهور العربي الفلسطيني حامل الهوية الاسرائيلية الاسرائيلي يعني بالهويه ومصر على انه يبقى اسرائيل الهوية يعني انه فلسطيني ما هو يعني لما بيقولون لا احنا من لما قالوا الاهالي من الفحم بتاع كلكم احنا الفلسطينيين ما قبلوش وقالوا لا احنا هنا كنا هون السؤال ده اسالك اياه هي هيك انه إيه لما احنا هيك موجودين واحنا عايشين في محيط محيط من العالم العربي من من الاعلام العربي انا بقصد لبنان، سوريا، العراق، قطر السعوديه مصر احنا بمحيط من بالعالم العربي ما فيش مش ناقصنا حدا ينميلنا كوننا احنا عرب احنا عرب بامتياز فشو شو اللي أنا شو اللي, يعني اللي ذكرت العالم العربي يعني اليوم للاسف الشديد بالذات مظبوط انه بالوضع, مزبوط بالوضع أخو موقع في العالم العرب بال... 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 العربي بال... اسمعني مظبوط انه موقع, في العالم العربي مظبوط إن وغير احنا موجودين في كل العالم العربي وهذا شيء مثير للفخر انه الفلسطينيين اليوم في القمه في عده امور بالثقافه والادب والسينما وغيره وغيره وهذا شيء هذا شيء مع كل ظروفنا انه احنا موجودين في محلين حدا ممتاز في كمان في الاعلام لكن انا اللي بقوله شوف تفتح محرك بتقرا انه اسم بنت الاول بالعالم العربي بتشوفها كموقع اخباري سابق دول عربيه عظمى عندها <applause> امكانيات هائله <applause> طبعا انت بنيت هذا الشيء مش من بسيط استاذ بسام ولكن انا بدي انه هذا بدل انه قديش في طاقات عند شعبنا وموجوده في مجالات اعلاميه في الادب في الفن في الشعر في الثقافه في السينما في, في الفن وفي التربيه وفي التربيه والتعليم والتربيه والتعليم واضح ذكرت رمز من الرموز ولكن مع كل هذا اليوم الطالب العربي لما بشوف العالم العربي شو عم بصير فيه ممكن يذوت يصل لمرحله تذويت القهر بمعنى انه ما يعتزش بهويته يفكر انه احنا ما جبناش شيء للتاريخ واليوم هذا الشيء واحد بيتعلم بالمدارس حسب المنهاج الاسرائيلي ما بقدرش ينمي بقدرش ينكشف شو مثلا مساهمه فلسطينيين او عرب في التاريخ مش موجود هذا الشيء بشوف إنجازات العالم اليهودي بشوف إنجازات فهذا ممكن يخلق وضع إنه إحنا يعني نسواش إشي. هل حكينا الشيء قدام شمول الأبيات اليوم مثلاً؟ طبعاً أو حكينا طبعاً حكينا بشكل واضح إنه قضية يعني كان هناك كان رؤساء مجالس سلطات محلية. كثر ومديري اقسام معارف وحكينا انه منيح المدارس اليوم في انجازات هائله في البقروت وفي هذا الشيء بنعكس في انه الطلاب نسبه الطلاب الجامعيين عم بتزيد وانه مجتمعنا بده يتقدم وبده يعطي ويستثمر في التعليم اكثر واكثر ولكن مع كل هذا في مشكله اغتراب في مدارسنا وفي جهاز التربيه والتعليم بسبب تجاهله الكام الكامل لموضوع الهويه اليوم المدار ال... الاهداف التعليم الرسمي في اسرائيل او خلينا نقول ال... في كيف بتنعكس تترجم للممارسة في المجتمع في المدارس العربية بت... في تجاهل لعلاقتي أنا في أرضي في بلدي أنا بترباش إنه هاي هاي الأرض بلادي انا بترباش او المدارس بتربيش انه طالب من ناحيه رسميه انا بحكي لك على المنهاج الرسمي بربيش الطالب الفلسطيني انه انت عايش في بلادك وهي ارضك وتشبث فيها والى اخره وهذا شيء بعلمه, أمان مش بعلمه مثلاً إنه ب... بدنا هيك واضح واضح حكينا بعلمه المنهاج الاسرائيلي بعلمه انه هاي الارض مش تابعه له اصلا طب كيف بده يحس الطالب بانتماء اذا المدرسه بدها تعلمه انه هاي الارض مش لإله لحدا ثاني وانه هاي الدوله فيها هو مواطن بس مواطن ايش درجه ثانيه كيف بده الطالب يتربى على انتماء وانه يحب ما يشعرش باغتراب في هاي المدرسه واصلا حتى لو المعلم بده يقول له بتعرف شو انا بدي اعلمك هيك للبيجروت بس في الواقع اشي ثاني برضو الطالب بده يعيش في حالة اشكالية في المدرسة يعني انه للبيقروت اشي هو بس انت اعرف انه اللي بيحكوا لك ابو اهلك بالنسبة لانتمائك لأ الفلسطيني اكل هو صح. يعني المدرسة عملية مش هي الجواب مش هي البيت الا بيحتضن وبربي الطالب لهذا الموضوع لذلك الموضوع هو مركب ومعقد وانا بفكر المفتاح لحل عدة مشاكل بتخص التعليم العربي بما في ذلك مواجهة مشاكل زي قضايا العنف وغيرها وغيرها أن الطالب يتربى لانتماء انتماء لمجتمع يتربي أنه في من وراء وجود هون في هاي البلاد في رسالة معينة في انتماء في له دور أيضا في وراء مشروع ممكن يكون إذا الطالب إذا المدرسة بدها تعطي الطالب هذا الإحساس عمليا بده يصفي بس انه تقيسوا بالليل الامتحانات وتخرجوا لسوق العمل ولا انه يكون جزء من سوق العمل الاسرائيلي او الراسمالي الى اخره وهذا بطبيعه الحال لا يكفي لحاله انه الطالب يشعر حاله او يحقق ذاته في في المدرسه واصلا وايضا ما بعد المدرسه لذلك الامور مرتبطه في بعض انا بطلع على العمليه التربويه انه شيء كثير واسع العمليه التربويه المفروض تكون عمليه حواريه المفروض انها تنمي امكانيات الطالب المفروض تنمي قدرات الطالب كلها المفروض تكشف الطالب لاشياء جديده تكشفه لامور مختلفه لوجهات نظر مختلفه لحضارات مختلفه ولكن ايضا لهويته ولحضارته ولتاريخه يشعر باعتزاز بهذا الشيء مش انه يشعر حاله صفر لانه ما ما تعلمش كثير بالتاريخ او في الجغرافيا او في اي شيء عن والله المساهمات تبعت تبعت انا في التاريخ فوصل النتيجة انه الله اللي بيحكوا عنا مزبوط انه احنا اقل من غيرنا وعشان هيك هاي البلاد مش لنا بتطلع الناس حسب, حسب رايي حكيت الشيء واضح لسه ما مفهوم ممتاز هاي خلينا نطلع من هلا ثاني خل... تفضل <applause> اساس نكفي مواضيع ثانيه اما حكيت الاشي اللي بدك اياه قلته بهذا المجال لانه اشياء مهمه اللي حكيتها انت احنا راح نكون مع فاصل بسمه بالكنترول فاصل فاصل اعلاني بعد قليل بعد الفاصل سنكون مره اخرى لنواصل برنامج بسام جابر يحاور عم تحكوا معي بالسماعه نقدر ننتقل لفاصل بعد شوي اوكي بعد الفاصل سنكون مع شرف حسان وهو رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي القادم للتو من اجتماع مع مدير عام وزاره المعارف والثقافه والثقافه والتعليم القصد مفهوم وحضر هذا اليوم او هذا الاجتماع عدد من رؤساء السلطات المحليه العربيه هناك كثيره الكثير من القضايا سوف نعرض لها ونعرض لليوم الاخير في السنه الدراسيه نسمع من شرف حسان شو معنى اليوم الاخير. مثلا انا بالنسبه لي كان يوم الاخير صبابه كنت مبسوط و... طبعا <applause> ويوم الاحتفالات عند المعظم بغض النظر يعني شو الشهاده الموجوده بس انه هم ونزح بس هذا نفسه بثير كثير اسئله يعني يعني اللي ب... لازم نسال ليش يعني الشعور بس <applause> نسأل <سنة تصفيق> سؤال بس بعد الفاصل يعني لك. شكرا لكم وعودوا الينا بعد الفاصل اهلا بكم مره اخرى للشق التالي من او الثاني من برنامج بسام جابر يحاور وضيفي في الاستوديو هو شرف حسان رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي في البلاد وهو طمراوي من طمرة انت صحيح وبدنا نحكي عن هاي قصه انها لما السنه الدراسيه بتشعروا انتم فيها كمان كرئيس لجنه شوف انه الطلاب بدهم خلص تعبوا بدهم يروحوا صحيح اول شيء شعور طبيعي يعني انه الواحد انهى مرحله معينه من حياته فمحطه اللي بتحرره من من قيد معين او من مؤسسه معينه ممكن نطلع عليها كمان بشكل اخر يعني انه كمان المدرسه كعبء بالنسبه له يعني عاده لو انه شيء حلو يعني لما الواحد بيكون في رحله مثلا بريت البلاد يعني بكره اليوم الاخير بيحب لو انه تكمل اخرى شوي المدرسه الشعور اخر يعني في عده اسباب انها طويله انها مؤسسه انها بتلبيش احتياجاته بشعورش بالانتماء لها بشكل بشكل كافي انه فيها بذل جهد كبير انه بالاخر في محطه الامتحانات اللي كمان بتضيف ضغط نفسي للطالب ولكن انا بدي اخذ الجانب الصعب بالموضوع لا <applause> بس مش بدي ماشي بخذ الجانب بس بدي اسالك طب شو ما يعني هذا ليه؟ شو احمد شوقي هاي قصه كم للمعلم وحده التبجيل اكاد المعلم اكاد المعلم ان يكون رسولا طب يعني شو كيف نتطلع كانت المعلم مكانة المعلم بعتقد في تفاوت وفي تغيير, تغيير في تغيير في مجتمعنا بالنسبة للمعلم، المعلم كان واضح في الماضي له مكانة أعلى ولكن مفهوم المعلم كمان تغير يعني المفهوم المعلم الصلب لكن كلمته بتصيرش كلمتين اللي بحكي اللي كنا نهرب منه آه لكن بالشارع بالضبط هذا تغير هذا الشيء مش دائما اللي تحترم للمعلم لانه مفهوم المعلم والنظر للمعلم اختلفت يعني المعلم اليوم المحاور اللي بيعرف يفهم الطالب بيكون قريب اكثر من الطالب هذا مقياس اكثر للنجاح من كيف صوره المعلم كيف كانت في في الماضي ولكن ايضا في جوانب سلبيه يعني في تراجع في نظرة في في مكانة المعلم بالمعنى السلبي مش بالمعنى الإيجابي بمعنى قلة الاحترام أو بمعنى إنه تدخل الأهل بشكل غير تربوي في عمل المعلم والتأثير عليه. أيضا في أحيانا مرات ملامح لفقدان ثقة بين المجتمع وبين المدرسة أو بين المدرسين. هذا كمان جزء جانب كيف لازم نعالج موضوع إنه لما يكون حتى وصلت درجة عنف ضد المعلم كيف لازم نعالج هذه الأشياء شرف حسان ظاهرة العنف هي جزء من ظاهرة أوسع ولكن المدرسة برأيي لها دور أساسي المدرسة المفروض اليوم في المجتمع اللي إحنا عايشين فيه المفروض يكون لها دور قريب من المجتمع دور إلا يأسس العلاقة جدية بين مع الأهالي كشركاء جديين في العملية التربوية العملية التربوية مش المفروض تكون فقط من المعلم للطالب باتجاه واحد، المفروض تكون باتجاهات مختلفة، والمفروض المدرسة اليوم تعرف كيف يكون لها دور مع الأهالي وكيف كمان تقدر يكون لها دور في قلب المجتمع اللي هي عايشة فيه. لذلك أنا بقول في مقاييس اليوم متبعة لتقييم المدارس وتقييم المدرسين وتقييم الطلاب، المفروض أنها تتغير. المفروض انها تتغير اليوم المدرسه برأي المدرسه الجيده هي اللي بتعرف تربي القيم المدرسه الجيده هي اللي بتربي انسان اللي بيقدر يساهم في حياه المجتمع، اللي هي بتقدر تخفف نسبه العنف، كيف ممكن تخفف نسبه العنف عن طريق الانتماء، عن طريق انه الطالب يشعر انه هذا لإله المحل، مش جاي بس ياخذ منه او يعطوه شغلات هو مش كثير بحبها لذلك بشعر باغتراب بالنسبه لإلها. فمفاهيم كثير المفروض أن نغيرها والعريق بتتعلق بالاهل اكثر ما بتتعلق بالمدرسه يا شرف متعلق بكل شيء متعلق في مفهوم المجتمع ككل لانه مفهوم الاهل هو مشتق من مفهوم المجتمع لا لا. لما احنا كنا صغار وانا اكبر منك بكثير نسبيا وكمان انت لما كنت اصغر كان المعلم ما كان محترم اكثر من يوم. ما كانت المعلم كانت افضل احسن من يوم يعني مش انه مش اسرار هاي ف يبدو انه كمان البيت إله دور مش بسيط في هذا الشيء لانه يعني شو اللي خلى مكانة المعلمة اكيد الولد بسمع بالبيت انه يعني بس, بس خلينا خلينا نح نحط الامور كمان بال بالقالب الاوسع او بالاطار حط الاوسع حطها يعني مكانة الكبير في المجتمع هل كيف كانت زي اول؟ مكانة اي انسان كبير في الاب حتى لا في العائلة لا لا ما هل كانت كيف كان بالاول الجد في العائلة هل كانت كيف لا اول؟ لانه كل المبنى الاقتصادي خصوصا الاجتماعي خصوصا مثلا في بلدك تمرة المبنى كان الزلم الكبير في طمرة يعني شو بدي شغلك يضرب له تحيه ما كانوا يحترموه كانوا يعني ينظروا نظره احترام كبير جدا جدا انا جدا بعتقد جدا. انه بعد في احترام موجود الاحترام ولكن في مفاهيم تغيرت او في امور تغيرت بسبب المبنى الاقتصادي يعني كنا مجتمع فلاحين وبس فلاحين قبل 70 سنه نقول او 60 سنه يعني المراه العربيه اليوم بتشتغل مثلا كانت اليوم مش بس المراه العربيه كمان انه الولد بيشتغل في ارض ابوه مثلا هذا بقول شيء زمان بيوم زمان بيوم زمان. بيوم. زمان مثلا بدي كمثال بحكي بعطيك كاشاره كيف في تغيرات اجتماعيه اقتصاديه اثرت على كل شيء ليس مش بس على مكانه المعلم في المدرسه لما كان مره مثلا طبيب واحد في البلد واضح انه مكانته كانت تختلف لما اليوم بكل بيت في في طبيب على سبيل المثال او اي اي مهنه أنا, انا بشعر شرف حسان رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي انا بشعر الاقل من مثلا من بنتي انها هي بتقعد لاولادها وبتعلم اولادها اكثر من بعلمها اكثر ما اكثر من بعلمهم بالمدرسه وكثير بيوت هيك كمان انا بشوف يعني كمان آآ آآ يعني آآ مثلا كمان بشوفهم يعني بيعلمني اولادهم بتكرس وقت اكثر من مدرسه واحد على واحد مش يعني ابنها بيكون واحد على واحد مش ابنها بيكون واحد من 40 عدد طلاب الصف فيعني صار اكثر المدرسه يعني بتدفع الـ 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 الاشياء للاهل والاهل خذوا لازم هم يعملوا كل شيء انا بفكر بتحكي في منه بتحكيه في منه وهذا المفروض يثير علامات سؤال وتفكير عند المدرسه يعني اذا طالب جاييني بصف نقول من الصغير ماخذ ادواته وشاطر بين قوسين كيف المفهوم الشاطر عندنا سلينجا اه وطالب فايت بنقول جاي من بيئه ثانيه لا فيش عند اهله القدره انه يعطوه اذا بتدوس شو صير تغيير بالوضعيه هاي من هون لصف 12 معناته المدرسه فشلت انه الطالب اللي جاي من بيئه نقول قويه واهله يمكن ابوه معلم وامه معلم وفعلا بيستثمروا في بيننا كثير دور المدرسه هون مش حاسم او مش هذا الشطاره بين قوسين للمدرسه التحدي تبع المدرسه انه بالعكس الطلاب اللي جايين من خلفيه اجتماعيه اقتصاديه ضعيفه لا فيش عند اهالينا القدره انه يستثمروا فيهن الساعات واموال معلم خصوصي مش دورات وما الى ذلك وايضا حتى من ناحيه الثقافه يعني اهل مش مش انه متعلمين واضح انه بقدرش يعطوهن زي عائله ثانيه اللي يمكن من ناحيه اقتصاديه وضعها افضل والاهل يمكن خريجين جامعات الى اخره بيقدروا يعطوا تفكيرهم بيختلف وتفكيرهم بيختلف ومكشوفين للعالم التربوي بشكل اخر اذا هون دور المدرسه اذا المدرسه بدهاش تستوعب الطلاب اللي خلينا نقول اللي بين قوسين مستضعفين او من فئات مستضعفه إنه مش ضعاف الله خلاه احنا دهب. مستضعف الوضع الواقع الاجتماعي الاقتصادي خلّاهن نحطن في هاي الوضعيه معناته المدرسه فشلت معناته المدرسة فشلت هل المدرسة العربية نجحت أم فشلت في هذا المجال شرح أنا بفكر السن. أنه ممكن نطلع على الشيء بشكل مختلف إحنا يعني بك... إذا نطلع على, على تاريخنا كأقلية من سبعين سنة وجاي في كثير طلاب اللي من عائلات ضعيفة نجحوا اليوم بتطلع على مجتمعنا قسم كبير من الناس المثقفين والمتعلمين وال من عائلات ضعيفة من أجوا من عائلات لاجئين من عائلات اللي هي من خلفية اقتصادية صعبة مش من عائلات اقطاعية ومن عائلات غنية هذا بقول كثير على مجتمعنا بالنسبة لأهمية التعليم بالنسبة للاستثمار في التعليم ويمكن يكون بالنسبة للمدارس أنه قدرت فعلا تساهم مع هدول الطلاب ولكن أنا اليوم اليوم بعدي سبعين سنة على تأثير النكبة وتأثيرات الاجتماعية الموجودة أنا بفكر إحنا اليوم موجودين في وضع اللي المدرسة عم تستنسخ الوضع الاجتماعي الموجود يعني أنا لما بفوت على صف أنا معلم مدرسة كمان أنا بحب أعلم لا. وعشان هيك بخلي عندي صفين بعلمهم في تمرة بعلم مدنيات وجزء من الموضوع إنه موجود بالحقل وشايف لما بتفوت على صف اللي يعتبر صف النخبة في المدرسة اسأل مين الطلاب الموجودين في الصف ساوي بحث بسيط انا كل سنه بسوي هذا البحث إيه بكتشف انه الطلاب اللي بهذا الصف عاده اللي ابوهن وامهن معلمين اللي أبوهن دكتور اللي امهن كذا إيه لال جدا لاجئين من بيئه اقتصاديه اجتماعيه ضعيفه خلينا يعني هاي خلينا نقول انطباع وبس في كثير ابحاث بتاكد هذا الشيء شو لازم نعمل اذا بروح حل. على صف اذا بروح على صف اللي يعتبر في نظر الجهاز المؤسسه انه صف من ناحيه تحصيليه ضعيف او مش الفروع اللي عليها تنافس كثير بكتشف انه هناك جايين طلاب من من بيئه اقتصاديه هاي هاي تحديد المرض اذا بتحدد المرض ده الحل لا انا الحل. في كثير حلول المفروض انه نفكر فيها وبفكر قسم منها متعلق في المدرسه اللي انت ذكرته استاذ بسام هو مزبوط يعني الطالب بيضل المدرسه للساعه ثلاثة ليش لازم يروح على البيت اخرى ساعتين يحل وظايف في البيت المدرسة المفروض برأيي الطالب بعديه ما يروح من المدرسة المفروض يروح يلعب المفروض يروح ينبسط يروح يقعد مع اهله مع اصحابه يطور مهارات ثانيه بالنسبه له مش يروح يحل وظايف الحساب والمش عارف ايش ممكن ابحاث يعطوا اشياء بحثيه ممكن بس بجيل اكبر مش بجيل صف اول وثاني وبستان وثالث ورابع هاي السنوات لما انا بتصير تعتمد اكثر على قدرات الاهل هون بتبلش تنمي الفوارق بين الطلاب لانه اذا انا ابوي بيشتغل للساعه 8 تيروح من البيت وكذلك الامر امي طب انا معناته ما حدا رح يساعدني رح اروح بكره على المدرسه مش حالي للوظيفه الا اهله بيقدروا يساعدوه يحل الوظيفه واضح انه بده يتفوق وتخيل الاشياء التراكميه اللي ممكن تصير على مدار سنين قديش الفجوه بدها تصير تتسع فبشي مرحله الطالب هذا لما بده يصير يشعر حاله انه هو مش ملحق للاخرين هو نفسه ببطل يامن في نفسه بقدراته بفكر <applause> بفكر انه الفشل منه هو مع أنه إحنا أنا بقدر أفترض أن نقطة البداية عند عموماً يعني هي نفس نقطة البداية عند الكل السؤال شو البيئة الاجتماعية بتعطي هي قناعتي لذلك أنا بفكر المدارس المفروض تفكر بشكل جدي بالذات في السنوات الأولى السنوات البستان الأول الثاني الثالث الرابع الابتدائية خلينا نقول لازم تأسس الطالب بشكل مظبوط بدون علاقة لمساهمة الأهل أنه الطالبة يعني خلينا نكون منطقيين شوي طالب بضل الساعة اليوم حسب كل الإصلاحات في التعليم الطالب الطالب طالب بضل للساعة اثنين ونص ثلاثة في المدرسة كثير وقت من الثمانية للثلاثة كثير وقت الطالب المفروض يلاقي طريقة إلا وظائفه الأشياء واجباته يسويها في المدرسة نفسها وفي كثير اليوم ساعات في المدرسة لا هنا بنصطدم بالواقع إنه في كثير الوضع مش مليح إنه إنه قسم كبير من الطلاب آآ آآ صار بيجيش على المدرسه بشهر رمضان وقسم كبير يعني مش بهالضرب وبعدين الاوقات قدر الامكان هم بدهم يقل... بنقول جزء من نقلص مش نزيد انا بدي ابعد عن رمضان شوي بس انا بدي افكر بشكل ليش انا بحكي عن رمضان ها... لانه كانت مشكله يعني هو واضح مشكله بتعكس ازمه ازمه قيميه جديه في مجتمعنا دورك شرف حسن. هون واضح دورنا كلياتنا دورنا كلياتنا الشيء باي معنى؟ اليوم إذا بتطلع حتى بدون رمضان، الغيابات الأعلى في إسرائيل بالنسبة للتعليم معلمين لم كمان لمعلمين وكمان لطلابه هي عند العرب. فالسؤال ليش؟ 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 في عدة أسباب طرحت أنا جزء منها، طرحت أنا في القسم الأول من اللقاء جزء منها. اليوم المدرسة المفروض تفكر مش بس المدرسة كل جهاز التربية والتعليم المفروض يفكر ليش؟ أنا بفكر ظاهرة الاغتراب إنه أنا جاي على مؤسسة مش شاعر منتمي لها ومش شاعر إنها بتضيف هي جزء منها، جزء من الموضوع أنا بدورش على أجوبة سهلة وأزت الموضوع على الأهل وأزت الأمور على رمضان وأزت الأمور على كذا، رمضان المفروض يكون كل مفهومنا لرمضان المفروض إحنا كمجتمع نغيره، رمضان المفروض يكون شهر الاجتهاد مش شهر الخمول، بالشهر شهر بس أكل ومناسبات ومش عارف إيش ونوم نوم كل نهار وبالليل مسلسلات أو أمور اجتماعية. مفهوم رمضان المفروض يتغير كذلك في المدرسة، أنا بفكر إذا المدرسة طالب بشعر والله انه بستفيد من المدرسه بتحترمه المدرسه بتعطيه مكانته المدرسه بغض النظر شو تحصيله بظن انه الوضع ممكن انه يتغير اما ان ضلنا وضع انه نزت الشيء على العامل الخارجي عشان رمضان وعشان الطقس وعشان بعرفش ايش كل حجه انه نغيب عن المدرسه عم تستعمل من قبل المعلمين ومن قبل الطلاب هذا شيء مأساوي هذا شيء مأساوي يعني إحنا وبلاش نساوي لحالنا تسهيلات بهذا الموضوع مدام نحكي مدام نحكي في برنامج مفتوح إحنا على الهواء الآن كمان في قناتنا وكمان في موقع بانيت وراح يكون عادة لهذا البرنامج وإحنا الآن على الهواء تعال نحكي كلمة حق إنه نكون أو نحث المعلم أو المدرس في الوسط العربي إنه يكون مخلص أكثر طبعاً إحنا نحكيش عن الكل إحنا نحكي عن القسم الدغيب. اللي تغيب، أيضاً اللي غياباته مبالغ فيها. هذا 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 الجمهور هذا القسم من المعلمين إحنا كله إنه هذول أولادنا هذولا يعني فلدة أكبادنا، لازم هذول ندير بنا عليهم بدون بعرف الإشي مش سهل تقوله بس أنا بدي أقوله للقسم من المعلمين أو المدرسين اللي اللي هم اللي هم بن إحنا بنعتبرهم من النسبة هاي اللي رافعة مستوى الغيابات. وكمان بالنسبة للبيوت للأولاد، الأولاد لازم يكون ما مش لازم يناموا يعني الولد إذا بتعلم ينام بتعلم الخمول من البيت بضلوا خامل طول حياته، هاي الأشياء اللي لعله يعني انا من بفكر انه التوعيه نقولها صحيح. صحيح بس انا بفكر خلينا نقول نحط الاشي في القالب بالأوسع المعلم كمان بتقدرش تقول اشياء بوضوح زي لا لا, لا انا بقولها بوضوح بوضوح, بوضوح كامل ممنوع هذا الغياب واضح هي. انا بقول انه احنا ذكرتها افتتحنا البرنامج فيها انه احنا بدنا نحصل ساعه تدريس من وزاره المعارف هذا بياخذ منا نضال واحيانا معركه قضائيه والى اخره مش إشي بسيط نروح نضوعها بالساهل هيك هذا إشي عشرات الاف الساعات اهدرت في رمضان هذا إشي كارثي هذا اشي كارثي بس انا بدي احط الاشي في برضه الاطار الاوسع معك دقيقتين ليش معك المعلم ايضا المعلم ايضا بشعر بالاغتراب سمعني انت شرف معك دقيقتين نعم. برنامج كل بدك المعلم ايضا بشعر بالاغتراب بشعر بالاغتراب لانه بيعبرش عن نفسه بشكل مزبوط لانه منهاج التعليم غريب عنه لانه بيحكيش على الاشياء اللي لها علاقه اللي بحبها ايضا هو بشعر حاله مقموع وبشعر حاله يقاس فقط على شغلات محدده العلمات. بس انا اللي بقوله هذا الاشي بتعلق بالمعلم انت بتقدر تكون مجرد برغي في الجهاز وبتقدر تكون انسان حر بتفكر الا ممكن تعلم الماده بشكل اخر ما حدا مانعك ما حدا مانعك مزبوط انه ممكن بعض المعلمين نقديم بيواجهوا بعض الصعوبات ولكن انت بتقرر كيف تعلم الماده انت بتقرر بدك تطور انا بامن انه معلم جيد بكررها كثير معلم جيد بيقدر من اسوا نص قدامه يساوي ماده تربويه جيده كيف انه يعلم الطالب ينتقد يعلم الطالب يسال اسئله يعطيه وظايف ثانيه لما المعلم بشعر انه هو حامل رساله هو بصير يشعر بانتماء وببطل يغيب عن المدرسه فانا مزبوط انه بوضع طبيعي المفروض منهج التعليم اللي من فوق تيجي هي تعبر فعلا والمعلم يكون شريك فيها ولكن في وضعيتنا السياسيه في وضع مركب اكثر ولكن هذا بقولش انه احنا ما بنقدرش نساوي شيء هي انا بعلم مدنيات بعلم مدنيات كيف انا بدي بعلم مدنيات بحضر الطالب للامتحان مزبوط بس انا الطالب عندي بيقدر بعلمه يسال اسئله بعلمه الاشياء الصعبه بعلمه الاشياء اللي مش موجوده في كتاب التعليم هاي الشطاره تبعت المعلم انه علم الشيء بشكل مهني عملية التدريس هي شيء مش غسل دماغ، عملية التدريس هي عملية اللي المفروض تفتح قدرات الطالب، أنك فتح قدرات الطالب المفروض يكون المعلم أيضاً متحرر من القيود المفروض عليه أو اللي موجودة في عقله الا المؤسسة السلطة أو في عقله حتى ما يقدرش يقوم بعمله بشكل حر التحدي تبع المعلم الجيد إنه يعطي الطالب إمكانية إنه يحلم بواقع ثاني مختلف عن الواقع اللي هسه موجود هذا شيء كبير كبير بس استنى نوصل لهذا الوضع لازم المعلم نفسه يقدر يمر هذا العمليه مع حاله شرف حسان استمتعت في المقابله معك انت رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي ارجو ان نكون قد ساهمنا كلنا سترى. كلنا بان نزيد التوعيه في اوساط المعلمين والاهالي بالنسبه لموضوع الطلاب والغيابات وما الى كل المواضيع التي ذكرناها شكرا لك شكرا, شكرا لكم شكرا, حسن. شكرا لكم شكرا الى هنا سيداتي وسادتي ناتي الى نهايه برنامج بسام جابر يحاور حاورت شرف حسان رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي وهو سياسيا اعتقد ينضوي للجبهه يعني تحت رايه الجبهه نحن الى هنا كما ذكرنا ننهي البرنامج وسوف التقي حضراتكم من خلال برامج اخرى عما قريب كونوا معنا لاحقا مع السلامه Thank you.